السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المقاربات بين العلم والدين هناك مساحات، هناك بعض الأماكن إنجاز التعبير يلتقي بها أو فيها العلم والدين، ومن تلك المساحات ومن تلك المحيطات هي قضية رسم معالم المجتمع الذي يراد له النجاح ويراد له التقدم. في قضية بناء المجتمع، في قضية حركة المجتمع، هناك ما يسمى بالتفاعل في أبناء داخل المجتمع الواحد، وهذا التفاعل بين أبناء المجتمع الواحد لاقى اهتماما كبيرا وواضحا من قبل علماء الاجتماع، وقد أطال كثير من هؤلاء في رسم سبب أو في بيان سبب تفاعل وانصهار المجتمع فيما بينه. وحتى لا نطيل في هذه المقدمة، نبدأ ببعض الكلمات التي صدرت وكتبت من قبل علماء الاجتماع في بيان التفاعل أو في بيان الانسجام أو في بيان الانصهار داخل هذا المجتمع الذي نعيش فيه. انطلاقا من كلمات بعض هؤلاء، قالوا هناك نظرية تسمى نظرية الدور، وربما أيضا هذه النظرية، نظرية الدور، ألقت بظلالها وبمعطياتها على كلمات أبناء هذا المجتمع. نظرية الدور تريد أن تقول أن المجتمع في عادته في الانسجام فيما بينه يصوغ نفسه بنفسه، بمعنى آخر أن المجتمع يعيد التجربة نفسها ويكرر الحالة نفسها. قد تتلون، قد تتغير، قد تتبدل الحالة والصورة، ولكن جوهر هذا التبدل وحقيقة هذا التبدل هو واحد، لأن المجتمع يدور في هذا الفلك. وربما إذا أردنا، كما سوف نعمل على ذلك في حديثنا، إذا أردنا أن نقرب تقريبا في الدين لمثل هذا الكلام، ربما نجد له أثرا في كتاب الله عز وجل. الله يقول خطابا للنبي صلى الله عليه وآله، يقول: وإن يمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله. كأنه إشارة إلى مثل هذه الكلمات لدى علماء الاجتماع، بمعنى أن المجتمع في سابق عهده ما مر به من مخمصة وآلام وتجارب ربما تصاغ بصورة أخرى معك يا نبي الله. أو في آية أخرى الله يقول: تلك الأيام نداولها بين الناس. وهناك كلام جميل للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول بعدما رجع من إحدى معاركه أو إحدى الغزوات، عندما طلب منه أن يجعل لهم إله كما لهم آلهة، قالوا له: يا رسول الله، نريد إلها نراه نتحدث معه، نريد شكلا لهذا إله المعبود. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يقول: والله لتركبن سنن من كان قبلكم ولتدخلن في كل جحر دخلوه. بمعنى أن نظرية الدور التي تحدث عنها علماء الاجتماع، وهو أن المجتمع يصوغ نفسه ويعيد التجربة، ربما أيضا ألقت بظلالها تلك الكلمات على النصوص الإسلامية. وهناك تجربة أخرى أو كلام آخر
وهو ما يسمى بنظرية التبادل أو التداول عند علماء الاجتماع. هذه النظرية التي تحدث بها علماء الاجتماع على أن المجتمع يتأثر ويؤثر فيما بينه وبين نفسه. هذا التنوع والاختلاف فيما بين المجتمع في داخله وفي نفسه رغمه ورغم معطياته يبقى المجتمع يتبادل ويتأثر فيما بينه وبين الآخرين من أبناء مجتمعه. وربما أيضا بعض المفسرين أرادوا أن يقربوا بعض نصوص الكتاب الكريم إلى مثل هذه النظرية، نظرية التبادل أو التداول. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، معنى ذلك أن المجتمع رغم اختلافه في الانتماء والتوجه يبقى هذا المجتمع يتأثر ويؤثر، يتقبل ويقبل الآخرين، يتعامل ويعمل فيه. هذه أيضا واحدة من تلك المقاربات. وآخر المقاربات حتى ننتقل إلى محور أهم، وهو كلمات أيضا بعض علماء الاجتماع الذين تحدثوا في هذا الموضوع. قالوا هناك نظرية أخرى وهي نظرية التأثر بالرموز، وهذه نراها واضحة في حياتنا، سواء كان الرمز رمزا وضعيا بالمعنى العام أو الرمز رمزا إلهيا. وقالوا أن لكل مجتمع رموز، هذه الرموز هي التي تؤثر في بناء هذا المجتمع، وهي التي تخلق ثقافة خاصة أو نوعا خاص في هذا المجتمع. نظرية تأثير الرموز تبتني على أن الرمز هو الذي يسير المجتمع ويحرك المجتمع بثقافة خاصة وبنوع خاص. وأيضا عندما نقارب، عليكم السلام، الله يسلمك يا حجي، عندما نأتي للمقاربة الدينية في مثل هذا المجال، نظرية تأثير الرموز يقولون القرآن ربما أشار لمثل هذا الكلام، وهو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو واحد من الرموز التي مرت على التاريخ وحركة التاريخ، فهو أعمل ثقافته وأعمل عقيدته وأعمل رؤيته في هذا المجتمع. وبالفعل لو نأتي مثلا إلى واحدة من تلك النصوص التي أكدت على تأثير الرمز في مجتمعها، قالت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. شنو معناها؟ معناها أن هذا الرمز عمل على هذا النوع من التوجه، معناها أن هذا القائد عمل على هذا النوع، على مثل هذه الثقافة، واستجاب المجتمع لهذه الثقافة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ولكن شوف تأثير الرمز، رحماء بينهم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الرمز هو الذي أرسى مثل هذه الثقافة وتفاعل المجتمع بتأثير تلك الثقافة لذلك الرمز. هسه هذا ربما يكون محور أول في أن الدين والعلم في بعض المقاربات قد يلتقيان، وقد ربما يصحح كل منهم كلام الآخر. هناك شيء أهم، وهو عند العلم وعند الدين مساحات كثيرة، منها قضية المجتمع وبناء المجتمع أو الحد من صراعات المجتمع الداخلية أو الخارجية، أو بتعبير آخر نوفر للفرد ما يحتاجه. ولذلك انطلق بعض علماء الاجتماع في هذا الأمر وقالوا أن الإجراءات أو ما يسمى بالقوانين أو ما يسمى بالضوابط يراد لها أمرا، يراد لها شيئا. شنو هذا؟ وهو أن نجعل في المجتمع إجراءات وضوابط تقلل وتحدد من حالة الصراع، ومن جهة ثانية نوفر لهذا المجتمع حاجاته. هكذا ذكروا. ولذلك جعلوا كل شيء
يراد منه إفساد هذه الغاية هو تخريب للنظام، هو إفساد للنظام. طبعا واقعنا الاجتماعي ربما إذا أسقطنا هذا الكلام عليه ربما سوف نجد اختلال، واختلاف كبير وبون شاسع. أيضا عندما نأتي لكلمات الفقهاء في مثل هذا الباب أيضا لهم باب واسع وكلام كثير، وهو نسمع به عند الفقهاء الإسلاميين عامة والفقهاء الإماميين خاصة، وهو مسألة حفظ النظام. وهنا أحب أن أوضحها ولو بشكل مجمل ومختصر. مسألة حفظ النظام أيضا تعتبر من المسائل التي تلقي بظلالها وبمعطياتها على هذا المجتمع. ما معنى أن يقول فقهاء المسلمين أن حفظ النظام يحرم خرقه، أن حفظ النظام واجب فيما بين الناس، أن حفظ النظام له آثار تربوية وعلمية وثقافية على سير المجتمع؟ شنو معنى؟ عندما نأتي إلى واحد من الفقهاء المعاصرين مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه يعني، يقول حفظ النظام في حقيقته يراد له أمر. شنو هذا حفظ النظام؟ حفظ النظام هو حفظ الأنفس وحفظ الأموال وحفظ الأعراض، فالناس لا ينبغي لها بل يحرم عليها خرق هذه النظم. كلمات بعض الفقهاء المعاصرين يقول حفظ النظام ليس ذلك، وإنما كل مصلحة عامة، مثلا الحفاظ على السلك التربوي مصلحة عامة، مثلا الحفاظ على المؤسسة العسكرية وحيادتها أو وحياديتها أيضا من المصالح العامة، مثلا المسلك الصحي أيضا من المصالح العامة. يقول هذه المصالح العامة هي في حقيقتها ما يعبر عنها بالنظام، فالمصالح العامة إذا حفظت وجرت وسرت بالشكل الطبيعي حققنا حفظ النظام. والذين يميلون لولاية الفقيه العامة لا، لم يذهبوا يمينا ولا شمالا، قالوا الولي الفقيه هو الذي يرى المصلحة في أمر فيعمل على إعماله، هو الذي يرى مشكلة أو سببا أو خطأ في أمر ما فيعمل على تحريمه، فليست المشكلة في جزئيات الأمور ولا في كبرويات الأمور. سؤال نطرحه على كلا الفريقين، على كلا التوجهين، على العلم وعلى الدين. ما الذي نريد من هذا الكلام؟ ما الذي نريده وما الذي نبحث عنه من هذا الكلام؟ الذين ذكروا أن النظام يتعلق بالمصالح العامة، والذين ذكروا أن النظام ربما هو إجراءات وقوانين يراد لها أن تؤسس للفرد مصلحته وللمجتمع أيضا مصلحته، يقولهم شنو ما هو مفاد هذا الكلام حتى نجعل تقاربا فيما بين هذين النوعين. أولا كلنا نقول أن الفرد يراد له، بل حتى المجموع يراد له بناء المأوى وتوفير المأكل أو الشراب، هذه تعتبر مصالح أساسية، يعني ركائز أساسية في قرار وطمأنينة أفراد المجتمع. ثانيا أننا عندما نبحث عن إجراءات ونبحث عن قوانين وعن تحديدات يراد لها أمرين: أولا نوفر للفرد حاجته، وكذلك للمجموع حاجته وبغيته وأمنيته، مع قيد، مع شرط، وهو ألا يبغي كل فرد على الفرد الآخر، كما يقول القرآن الكريم لكي لا يبغي بعضكم على بعض. فالناس إذا لم تحدد ولم تؤطر ولم تمشي في قانون واضح ربما يبغي بعضهم على بعض. والأمر الثالث والأهم وهو أن في المجتمع ركائز، في المجتمع حضارات أو ثقافات أو أطر أو مقدسات، ما تسمى بهذه التسميات المتنوعة، أن في المجتمع أشياء تعتبر من الموروثات، هذه الأشياء لا يحق لكل فرد أن ينسفها بالتمام. يعني لو نضرب مثال حتى لا نذهب بعيدا،
الذين يبحثون عن قضية فناء الآخر وإقصاء الآخر ويريدون الوجود الحصري لهم. القرآن في بعض الأحيان عالج مثل هذه القضايا وقال: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. لكي تعترف بوجود الآخر أو لكي تحترم وجود الآخر لابد أن تقدم الاعتراف الأولي، وهو أن لك مساحة وللآخر مساحة يتحرك بها. أحب أن أبدأ، وليست بداية في حقيقتها، هي أشبه بنهاية، وهي أن القرآن الكريم في بعض الآيات أعطانا مسألة، وأيضا تحدث بها بعض الباحثين في قضية حركة المجتمع، وهي: كلنا نعلم بشيء أو بمفردة تسمى رؤية، وهناك قرار. القرار يأتي تباعا بعد وضوح الرؤية، فما لم تتضح للفرد أو المجتمع رؤية معينة لا يمكن أن يتخذ قرارا. والتخبط الذي يعيشه المجتمع في بعض جوانبه في حقيقته نابع ومتأتي عن مسألة، وهي عدم وضوح الرؤية، أو ربما إذا كانت له رؤية لا يتخذ قرار. فقالوا الرؤية هي قرارات أو هي سبل أو هي سكك يراد لها التنفيذ ويراد لها العمل. قرار يأتي بعد الرؤية. نحن نحب أن نذكر نصا مباركا في كتاب الله عز وجل، ممكن أيضا أن نؤطره بتأطير علمي. هذا النص المبارك هو واحدة من أجمل المقاربات فيما بين العلم والدين. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هناك أحبائي آبائي إخواني، هناك مسألة أيضا بحثها الكثير، وهي أن المجتمع يحتاج إلى 4 أشياء، فلنركز في مثل هذه الأشياء. يحتاج أولا إلى هدف، فكل المجتمعات التي تقدمت وتحركت كانت لها أهداف، سواء كانت ما تسمى بالخطط القصيرة، الأهداف القصيرة قريبة المدى، أو الأهداف البعيدة التي يرمون إليها. فالهدف أساسي في حركة الفرد والمجتمع، هذا أولا. ثانيا، إذا اتخذت هدفا معينا، إذا ذكرت هدفا معينا، تحتاج إلى رقابة مع نفسك والآخرين لكي تحقق هذا الهدف. فما فائدة أن تتغنى بالأهداف والجمال والحضارة والفكر والموروث وليس لك رقابة تجعلها حاضرة في شؤونك الحياتية لكي تطبقها على الواقع؟ هذه المسألة الثانية، هدف ورقابة على هذا الهدف. ثالثا، وهو ما يسمى بالقرار الجمعي، من هذه المشكلة أس المشاكل، ربما إذا أردنا أن نجمل جوابها هو هذا الجواب، وهو أن قرارات المجتمع إذا أراد أن يتقدم ويحقق رؤيته وهدفه ويراقب حركته، عليه أن يكون قراره قرار جمعي لا فردي. في بعض كتابات الذين يبحثون عن الحضارات يقولون هناك سر، هناك قاعدة، هناك قانون في فوز أو في نجاح كل ثورة إصلاحية قام بها أصحابها ورجالها. ما هو هذا الأس وما هو هذا السر؟ يقولون كل الحضارات التي قامت وكل الثورات التي نجحت إنما كان قوامها وعامودها هو شيء واحد، وهو أنهم كانوا يرتكزون على قرار واحد، وكان قرارهم قرار جمعي لا قرار فردي. ولو أسقطنا مثل هذا الكلام على واقعنا الاجتماعي سوف يتبين في بعض أنواع خلينا نقول الجواب عن مثل هذه المشاكل التي نعانيها، أن مجتمعنا بما أنه يمتلك قرارات متعددة، إذن لا يصل إلى رؤية واضحة ولا يمكن أن يتخذ قرارا واحدا يمشي به إلى بر الأمان. قراراتنا متعددة، ويا ليت متعددة، يبغي بعضها على بعض. فالقرار الجمعي هو الذي يوفر للمجتمع حركة صحيحة. القرار الجمعي
هو الذي يعطي للمجتمع سيرا متوازنا، القرار الجمعي هو الذي يوصلك إلى المبتغى الذي تبتغيه، وهو تقدم المجتمع ونجاح المجتمع وفلاح المجتمع. والأمر الرابع والأهم، تعتبر هذه أشياء عمومية في حركة المجتمع، وهو بعد وضوح الهدف وبعد الرقابة على تحقيق الهدف وبعد القرار الجمعي، تحتاج إلى شيء لكي تنهض بالمجتمع. فالمجتمع في بعض جوانبه نقاط للقوة، والمجتمع في بعض جوانبه نقاط ضعف، والمجتمع في بعض جوانبه أكو نهضة وأكو حضارة، والمجتمع في بعض جوانبه أكو انتكاس أكو تكاسل. نحتاج إلى تكافل فيما بين أبناء المجتمع الواحد. ولو نلاحظ النص كما أحب أن أذكره في بعض الأحيان، النص يقول: وأمرهم شورى بينهم، عليك أن تعطيني تلك الإيجابية التي تمتلكها وأنا أعطيك الإيجابية التي أمتلكها، لكي نتكافل في بناء هذا المجتمع. فالمجتمع ما لم يكن له هدف واضح، وما لم يراقب تحقيق أهدافه ورؤيته، ولم يكن قراره قرار جمعي، ولم يبذل وينفق المال والعلم والخبرات من أجل تقدم المجتمع ونهضة المجتمع، لا يرجى لهذا المجتمع أي نجاح وأي تقدم. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا في أن نحرك عجلة هذا المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يجعل الهمم مجتمعة، همها هم واحد، قرارها قرار واحد، مصلحتها مصلحة واحدة، وهي النهوض بواقع هذا المجتمع السيء. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بنظرة كريمة في هذا اليوم المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.